الرواية الإسبانية لعبة الملك لكارلوس زافون الممتدة على صفحات 687 صفحة من ترجمة معاوية المجيد ومن منشورات الجمل في طبعتها الأولى عام 2017. الرواية تشد الأنفاس بحكاية تقدم معاناة اليتيم دافيد مارتين، وهو بالمناسبة الراوي والبطل، والذي يكشف المطالعة فتنقله إلى عالم الكتابة الأدبية، لكنه يقع في فخ الكتابة تحت الطلب، يبيع ضميره فتطارده اللعن من كل جانب، وعندما يريد التحرر من عقود الناشرين المستبدة يقع في الفخاخ التي نصبوها له بإتقان، يحارب بالنيابة عنهم فيسقط في مستنقع الجريمة لتطارده العدالة في أحياء برشلونة، ويضطر للفرار بجلده بعد أن حرموه من حبيبته ومن توزيع روايته وتحقيق ذاته ومجده ككاتب موهوب، بل ومن العيش بسلام والكتابة بحرية. الرواية تمثل سيرة لمدينة برشلونة، حيث تحضر بهندستها ومعمارها ومعالمها الطبيعية وأسماء أحيائها وشوارعها، وهي بذلك تمثل وثيقة ودليلا ثقافيا للتعرف عليها، ليس فقط من الخارج بل مما جرى في بعض أحيائها وبيوتها من أحداث كبيرة وصغيرة، ونتعرف من خلالها على طباع الناس وسلوكاتهم وعاداتهم في اللباس والأناقة وفي ممارسة الفن. تغطي الرواية الفترة الممتدة ما بين 1900 إلى 1945، لكن تتخيل الأحداث فجوة بياضا تمتد 15 عاما، أي ما بين 1930 أي التاريخ المفترض لفرار الراوي، و 1945 تاريخ تحرير خاتمة الرواية. والملاحظ أنها تتناول الحرب الأهلية الإسبانية في جملة واحدة، في حين لا تذكر الحربين العالميتين. حبكة الرواية متقنة بدرجة عالية، تتطور بواسطتها الأحداث في خط زمني ديكروني مع بعض الاسترجاعات الخفيفة التي تنشط ذاكرة القارئ وتدمجه في منطقها القائم على الصراع الجواني الجاري داخل الشخصية، وبين الصراع المتمثل فيما يصدر عن كل شخصية من تصرفات حسب ما رسمه الكاتب وما يفرضه المقام. ورغم أن تنامي الأحداث يبقى منطقيا في مجمله، إلا أن بعضها يبدو متكلفا لأجل خلق الدهشة، وفي هذا ألمح سمعة كاتب السيناريو يرصد كل التفاصيل بدقة جراح وعين قناص وريشة رسام. الشخصيات في الرواية تمثل معسكرين، يمثل معسكر الخير الكاتب راوي الحكاية وحبيبته كريستينا ومساعدته إيزابيلا، والمكتب سامبريري وابنه، ويمثل معسكر الشر الناشرون في مقدمتهم كورلي والمحاميان والمحقق، حيث تبدو الشرطة والعدالة في يد الأقوياء ممن يمتلكون المال والسلطة، وهذا لا يعني محاولة بعضها الانتقال من هذا الحلف إلى الآخر، غير أن شرطها كثيرا ما يتغلب في النهاية، ولعل المصير الكاتب نموذج لذلك. الرواية بديعة الصنعة من حيث الشكل والأسلوب والمعمار اللغوي الذي لا شك لم تصله اللغة الأداء بالزخم في النص الإسباني، مع تسرب أخطاء لغوية وتعبير عديدة أساءت إلى الترجمة. وأخيرا تخوض الرواية في موضوعات وقضايا من طبيعة إشكالية تنم عن ثقافة موسوعية وانفتاح على فلسفة المعرفة، فهي تدفع القارئ إلى التساؤل من خلال متابعة حوارات الناشر لمخطوط الكاتب في مسائل جوهرية حول الحقيقة والإيمان والعلم والضمير والوعي والأخلاق وسواها. وأخيرا الرواية عمل أدبي لا ينسى، هو دون كيشوت دي لامانشا. أفلا يكون زافون وريت روحه أو قد استلهم منه؟